انا جالي دعوه من برنامج نفسنا تقريبا عشان عارفين ان انا منفسن جدا، فجايبيني النهارده علشان خاطر ابقى اكون موجود مع المنافسين. طبعا هم اغلبيه المنافسين اغلبيتهم كلهم انا اعرفهم شخصيا واشتغلنا مع بعض قبل كده، بالذات انتصار وبدريه برضو احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده، وهم في الحقيقه منافسين جدا. وانا النهارده جاي اطلع كل النفسنة عليهم جوه البرنامج علشان حياتنا كلها تبقى نفسنا في نفسها. انت تقدر تقول كده انا مش مقلق من حد، بس يعني هو انا بقلق شويه يعني بصراحه يعني من الانتصار، بس انا جمدت قوي وهوريها المره دي. ورجعنا لكم بعد الفاصل لفقره الضيف. وضيفنا النهارده كوميديان وشه بيبي فيس جدا جدا جدا، شاطر دمه خفيف عنده قبول، هنقعد معاه ونعرف عنه اكتر كتير. معانا النهارده محمد السعدان. لا دلوقتي داخلين اهو على الاستوديو شويه سواد مياو ونفسنا وحبه طاقه سلبيه كده، هنخش الاستوديو نقوم طربينها في وش انتصار على بدريه. بلاش هيدي عشان هيدي لطيفه، نخش كده نبخ شويه سواد كده عليهم وربنا يسهل كده ونبقى حلقه. ايوه يلا بينا. سلام عليكم. عاملين ايه؟ اخبارك انت ايه؟ كله تمام الحمد لله. احنا ايه ده بقينا ما شاء الله. لا ده انا عاجبك قوي كده. ايه الخساسان الله اكبر ده. يعني قلت اعمل نيو لوك انافس بقى الجنات. ناوي يعني؟ انا ناوي جدا. انا شايفه طبعا كل المقاومات متوفره الحمد لله جدا. طبعا طبعا. طب ايه اللي خلاك تاخد قرار التخسيس؟ يسرى. ايه؟ انا كنت بصور مسلسل لصلاح عبد الدين، وبعد كده انا كنت تخنت جدا جدا بصراحه، وصلت يعني ان انا كنت يعني كومبو على الاخر يعني. وانا داخل فكانت مدام يسرى داخله، وبعد كده بصيت لي كده اهو، وبعد كده ما سلمتش عليا. ما عرفتكش؟ لا انا اصلا بحب مدام يسرى جدا واشتغلنا مع بعض قبل كده فيلم ما تيجي نرقص وعشنا مع بعض في الاستوديو فتره كبيره، فقالت لي فبصيت لي كده قالت لي ايه ده؟ قلت لها في ايه؟ قالت لي انت تساعدني؟ قلت لها والله العظيم انا بس. فسلمت عليا وبصيتني قالت لي ليه كده يا حبيبي؟ ليه كده يا بابا؟ فانا بصراحه نفسنت قوي قوي ضايقت قوي، قلت انا ايه طيب؟ فقررت يعني فقررت ان انا معجبتي الاساسيه يسرى. والله العظيم لازم احافظ عليها. والله العظيم قلت لا ما ينفعش انها تتضايق مني كده، فانا كان لازم اخس بقى. شكرا بنشكرك. والله العظيم ميرسي جدا جدا والله فعلا. والله ده هو كان السبب الرئيسي فعلا. طب احكي لنا على تجربتك مع الاعلانات. بصي هو انا اول ما يعني انا اول ما ابتديت تمثيل كنت بعمل اعلانات كتير قوي. وبعد كده كان يعني جات لي نصيحه من يعني من استاذ احمد علاء، هو مخرج دلوقتي كبير. كان ساعتها كان مساعد لاستاذ شريف عرفه، قال لي بقول لك ايه بقى ساعدني اهدى شويه وبطل بقى اعلانات وركز في السينما والتلفزيون وكده اهو. فانا ساعتها كنت خدت بالنصيحه دي وابتديت اركز اكتر ووقفت اعلانات فتره كبيره، الا بقى لو يعني في اعلان كده حاجه مهمه فترة. حاجه لطيفه حاجه ظريفه ممكن ان انا اعملها. بس انت حلو في الاعلانات. ربنا يخليك ميرسي. يعني انا حاسه دي نصيحه مش في مكانها. هو بس علشان انا كنت ساعتها بعمل اعلانات كتير عشان الحرق. يعني طبعًا. عشان كنت بعمل ساعتها في الفتره اول ما ابتديت يعني كنت بعمل اعلانات كتير جدا، اي حاجه تلاقيني طالع فيها فاهم، اي برودكت جديد تلاقيني. فقال لي بقى اهدى شويه يعني ركز شويه في ان انت ما تطلعش كتير قوي كده اهو. بس وبعديها قعدت في البيت. بس مش ما ده قصدي ان قلنا اعلانات. لا ركنت خالص. ما انا ركنت بقى فاهم، انا قاعد لكم فاهم. لا بس يعني طب احنا سمعنا ان انت اتجوزت من قريب. فين الدبله؟ لا ما انا كمين. خلاص بقى عشان الموضوع ده انا اتخنت على الدبله. بس الدبله بتضايقني. لا والله هي بصراحه بتطحني على الموضوع ده، بس انا مسيطر. انا متاكده. طب يا بيضا انا هقول لك على حاجه. انا والله العظيم يعني انا مش عارف طبيعه جسمي كده وبتاع. الدبله كل الاعصاب اللي احنا مش بنصدقها. كلهم الجمله المحفوظه ما تقولهاش بقى. والله العظيم يعني شبابي مع ان انا اقول لك على حاجه والله العظيم عشان بس الموضوع ده. واقول لك على حاجه يعني اللي انا يعني بيتقال لي من البنات يقول لي لا بالعكس انت لما تبقى لابس دبله بتبقى بالنسبه للبنت احسن مشيره اكتر وجذابه. فانا ما كنتش فاهم. تحس ان في تشالنج. تحس كده اللي هو انا هبوظ لك بيتك يا صعب. هي سمره. هي سمره. طب احنا بنحب السمر جدا على فكره. زي حالاتي. كلنا انا بموت في السمر. كلكم بيض صح؟ قلت جمله مش لا احنا بيض. لا بدريه يعني نغمقت هتبقى بدايه القمحي. ايوه نغمقت يا حلو. بس قشطه. انت هتقولي لي؟ شوفي انت هتقولي لي ليه شفت فين؟ انت جاي تبوظ سمعتي ولا ايه؟ لا هتقولي لي؟
هو الضيف فعلا ممثل كوميدي دمه زي العسل، برغم ان هو ابيضاني كده والبياض بقى كالح ده، بس هو دمه زي العسل، دمه شربات، انا بحبه قوي واشتغلنا مع بعض. يعني انا ابيض بس يعني في بياض اكتر البياض. يعني مش باين. لانك مره كنت معانا في 6 ميدان التحرير ولبسوك شورت وقلعوك من فوق بالفانيلا. شفتي كنت فظيع. انت بتركزي في حاجات داخليه ليه؟ والله العظيم عشان تعرفي ان انا طول عمري فظيع. مفضوح طول عمري جامد. تركيز غير عادي فيه. لا ده انا اهو بنادي كده اهو. ايوه خلي بالك. لا ده انا لما بلبس المايو بقى مش عايز اقول بس بقى، ويعني مش عايز اتكلم بقى بصراحه عن نفسي. لا لا فظيع والله. طب طالما انت حلو وقشطه كده، الست بقى الحلوه بالنسبه لك ازاي؟ بصي انا بحب كل الستات يا بدريه بصراحه. بصراحه برافو عليك يا سعداني. والله انا بحب كله يا بدريه، ما بقولش لا لاي حاجه خالص. برافو. والله لا يعني كل الانواع. عشان كده مش لابس الدبله. والله بالظبط. بس انا بحب السمر بصراحه، يعني انا بحب يمكن عشان انا ابيض او مش عارف. لا هم السمر يعني انا بحب هالي باري جدا. ليهم حاله كده. هالي باري دي رهيبه. فظيعه. انا بالنسبه لي هالي باري دي يعني مثلا ممكن الناس تقول يعني لا هالي باري كده فظيعه. دي كسبت اجمل ست في العالم من كام سنه. وسمر. وسمر انا بحب السمر جدا بصراحه، بحس ان يعني عسل يا اخويا. عسل. عملنا ايه ببيضنا؟ وشتتنا. بس انا مراتي سمراء وطالعه لباباها سمر برضه. مين بقى طالعه لهالي بيري؟ قلت لك البس الدبله يا راجل، طالعه لهالي بيري. والله بس انا والله فعلا عشان صباعي بس هلبسها. انت بعد البرنامج ده هتقولي شفت المدام بتاعتك من الوسط ولا لا؟ مش من الوسط بس بعد الفاصل. أوكي. نطلع فاصل نرجع نكمل لحد ما نكشفه عليك. تعالى وريني جسم. خلاص ماشي كشف هيا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اوكي هو ده الفاصل كان صغير. احنا بنروح ونرجع على طول. انا ما لحقتش اخد بق المايك. احنا ما بناخدش وقت. وانت فاكر ايه فاصل؟ هتروح بيتكم تسيبني؟ انا كنت فاكر بقى اقعد البس بريك بقى واكل جو. نفسنا هنا في ايقاع. انا يا دوب في الفاصل عملت كده شفت الميه. لا كنت بشرب بطنه باين. ولا ايه؟ لا ده عايز اقول لك والله لو عملت كده بصي اوه انا بس وريتك الدراع الشمال، مش عايز بقى اقول لك لو وريتك اليمين. طب وريني حته من شوف الشمال وكده. الشمال وكده. طب كنا بنتكلم عن مراتك، هي من الوسط ولا لا؟ هي مراتي مش من الوسط، بس هو باباها الوسط كله. سيد رجب. باباها سيد رجب. تحيه للاستاذ سيد. تحيه طبعا للاستاذ رجب. الحقيقه بقى ان انا احكي لك بقى السيد رجب دي. كنا احنا بنصور انا وانتصار ومجموعه كبيره جدا، كنا بنعمل سيت كوم اسمه ست ميدان التحرير. من وكان اجمل ست كوم في والله العظيم. والله بس بحبه حظه. انا عايز اقول لك ان انا ببقى ماشي ده كان بانسيون. أيوة ده كان جميل بالزبط. جدا كل الناس كانت بتيجي تعمل حلقه. انتصار انت خدت بالك من بانسيون؟ معلش ما جبناهاش. احنا كنا هناك بقى بنسيون. انا مش قادره اقول لك احنا هنا بنعاني قد ايه. ايوه بنسيون. بنسيون هنا وهنا. بنسيون. احنا بنسيون. مستحمين كارولين سليم بالعافيه فاكر؟ ايوه يعني كنا مع سليم. تخيلوا دي جت لنا كنا حدفناها من بنسيون. احنا كارولين كانوا كارولين مش فاهمين انت بتقولي ايه. اهدي يا روحي. اهدي يا اما. اهدي يا ماما هتقعدي في البيت كده يا ماما. اهدي زمايلك يفهموا بتقولي ايه. ايوه بالظبط. بس النصيحه ساعات يعني تتسمع وساعات ما تتسمعش. لاحظي ان كلامك جاي. اسمعي نصايحك انت لنفسك الاول بس. والله قلناها لكارولين. النبي ريحينا. والله سعدية مش انت كنت لما تنصحني انا بنصاع على النصيحه. والله العظيم. بنصاع ولا بنزلق؟ قلبها كبير والله العظيم، بس حد يفهمها بس. المهم فانا كنت كان في ضيف يعني للحلقه جاي وانا ما كنتش اعرف يعني هو مين، وقالوا لي ده استاذ سيد رجب وممثل جامد وبيعمل مسرح كتير وبتاع، وجي قعد معانا في الاوضه انا وسيد الرومي، وكانت اول مره اتعرف عليه وتعرفنا على بعض وبقينا اصدقاء، وبعد كده لما اتعرفت على بنته اكتشفت انها بنته. يعني انا ما كنتش اعرف والله، يعني انا اتعرفنا على بعض وخلاص عرفنا بعض، وكانت بتشتغل معايا في المسرح، كنت انا بخرج مسرح وكده، وكانت بتبقى هي معايا من المساعدين وكده اهو، وبعد كده بعد ما خدت القرار عرفت ان ده ابوها. ياه. فاهم قصدي؟ وهي اصلا ما كانتش عارفه انها ممثل اصلا. وهي بتشتغل ايه ممثله؟ لا هي كانت دارسه مونتاج، وكانت اشتغلت شويه في المونتاج وبعد كده انا قعدتها في البيت. دكر. لا ده دكر. البياض ده. أيوة. مش اي بياض. مالي مركزه. لا لا انا حاكم على مراته. بالظبط يعني هي ممكن تشتغل معايا في حاجة، اي حاجه انا بعملها بس اي يعني حاجه اللي هي بس رجلي على رجلي يعني اي بروجكت مثلا عندي انا عندي بروجكت كده هي ما بتثقش فيها؟
لا بثق في انت ايه ده ايه هي ما انت مش فاهمين مراقبها لا هي بتبقى رجلها على رجلي كده يعني بتبقى بتلعب قدامي ليه بتلعب قدامك يعني بتخاف عليها بتخاف عليها يعني ما بحبش عيله ولا بتخاف عليها اكتر من باباها اللي كان سايبها تشتغل الله 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 لا 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 عشان ما يبهدلش ابنه ليه هو باباها كان مبهدلها خلي بالكوا دي عصبيه في الشغل لا لا احنا الجمله دي بالذات مش بنحبها ابدا لا بصي يعني هو الموضوع مش بالاوفر ده والله بس انا يعني خلاص ما فيت السيارات طب هي لو انا معاك كاملا على فكره معايا انا عربي خليك تقف بتر على العيل ليه؟ لأن ست بتتبهدل لما بتشتغل معاها بيبي. اه والله العظيم. ومحدش بيحس بيها. والله فعلا بجد. وبتفطم بدري وبتبقى لا لا قديم قوي الفكرة. انا عندي بيبي عندي هنا عندها سنة وخمس شهور. لما تتجوزي وتخليها مش وقت يعني هي مفيش وقت انها تشتغل ده لو اتجوزتي اساسا يا حبيبي. انا الحمد لله مبسوطة. يعني تخلي بالها من البيت والبيبي ده يبقى أفضل يعني. تيمور وشفيقو، إيه اللي حصل؟ اه تيمور وشفيقة. شفيقة سوري شفيقة تيمور أيوة وشفيقة تيمور وشفيقة انا قلت ايه شفيقه بس حلو احنا عايشين كده على طول ايوه 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 لا بس هم حاطينه اه تيمور وشفيقة كان بصي كان اخر يوم تصوير ليا في مطب صناعي كنت بصور مع احمد حلمي وكان اول يوم تصوير ليا مع منى زكي واحمد سقا في تيمور وشفيقة واول يوم ده بالذات كان في موقف انا لحد دلوقتي عمري ما انساه انا ما كنتش عارف اسوق خالص ما كنتش لسه بعرف اسوق عربيات خالص ومعيش رخصه اصلا قالوا لي سعد انت بتعرف تسوق قلت لهم انت موضوع السواقه ده انت خايف على الدور ما بعرفش اسوق اصلا ما بعرفش انا خايف على الدور جدا وخلي بالك اقول لك على حاجه انا دوري في الفيلم صغير جدا وما بتكلمش خالص انا الورق اللي كان جاي لي كان الورق اللي كان جاي لي كان دور كان دور يعني وبعد كده يعني اتشال وحصل حاجات يعني فانا رايح ومبسوط وهمثل بقى مع خالد مرعي واحمد السقا ومنى زكي ومبسوط قوي فرحت قلت احمد السقا سعد انا مش عارف ايه وبتاع وطريقته كده فاهم انت بتعرف تسوق قلت له عيب عليك ده انا السواقه قال لي بجد بتعرف تسوق قلت له هتنبهر انا تقول لي بقى الاكشن اللي انت بتعمله ده هتشوف قال لي طيب انا والله لا بعرف اسوق ولا عمري سوقت ومركبيني عربيه اي كلاس يعني حاجه يعني ملعبكه جدا حاجه ملعبكه وكبيره وايه بقى انا نظري ضعيف جدا وما بشوفش منزليني النضاره لتحت عشان الريفلكشن حاطين الحطه على العربيه حاطين الاضاءه ضاربينها في وشي ومنزليني الكرسي تحت عشان الريفلكشن تمام واستاذ سامح سيرين بقى مدير التصوير والاضاءه وانت مش شايف حاجه اصلا وانا متوتر وخايف جدا ما بعرفش اسوق ما بعرفش اسوق والمشهد اغلبيته كله يعني ايه انا ببص ورا لمنى زكي تمام كمان واحنا معناش حد احنا اللي بنعمل الكلاك واحنا اللي بنقول اكشن واحنا اللي بنعمل كل حاجه فاحمد سأل يلا ساعدني مش عارف ايه بتاع اطلع ابتديتها بقى انا كنت مطبق جاي من مطب صناعي ومع اول حوادايا بلف كده اهو انا سرحت وفضلت باصص الشمال والعربيه داخله والله داخله في عربيه تانية برضه ضخمه وكبيره وغاليه جدا انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه قلت له في ايه قلت له معلش انا بس عشان مش نايم ما خدتش بالي معلش هتفرج دلوقتي ابتدينا التصوير طلعنا الدائري طبعا بقى منى زكي واحمد سقا في العربيه الدائري يعني بصي الدائري كله بيجري ورا احمد سقا ومنى زكي يا سقا يا منى ما حدش معبرني خالص يا بدري المهم يعني بس سوق انا بقى ماليش دعوه انا مركز جدا وعامل كده اهو ومنى زكي والله العظيم في المرايه عماله تعملي كده اهو عماله ترجع ورا كده عشان ما تبانش في الكاميرا عماله تعملي كده انا بص بقى الاقي نفسي الرصيف كده وانا كده لو بس شعرايا هتنزل من فوق لو حد الناحيه الثانيه عمل كده هطير واحمد سبا يعمل ايه بقى الكاميرا جايبانا كده اهو فعمال يعمل كده عمال يعمل كده وانا مستغرب انا ببص له انت في ايه انا عايز امثل فاهم وكذا مره كنا هنتقلب والله العظيم ويعمل كده اهو ستوب قال لي ايه يا ابني ايه انت ايه قلت له في ايه يا ساء قال لي انت يا ابني انت حمار يا ابني قال لي ابن التحمار انت مش قلت له مش حمار قوي يعني ما انا اهو يعني قال لي يا سعدان انت هتموتنا قلت له ما تقلقش والله العظيم هتعدي وبتاع بس وبعد كده قال لي يا ابني انت ما فيش هو الحمد لله كنا هموت والله الحمد لله كنا هنموت والله العظيم كنا هنموت يا راجل اهو حطرب ثقيل والله كنا هنموت بس المشهد طلع ظريف جدا لا طلع حلو انت عملته خصوصا عشان المشهد هو طلع حلو عشان انا ما كنتش بسوق كنت بمثل والعربيه كانت ماشيه كده والله فعلا بجد تعالى بقى نشوف شويه صور كده الله ماشي ونعلق عليه ماشي نفسي امثل معاه جدا والله العظيم ما مثلتش معاه انا بحبه جدا والله العظيم ومره برضو انا بسمع بس يا بدريه انما ما بشوفش حاجه انا مره سمعت كان تامر حبيب كنا عملنا فيلم مع بعض اللي هو تيمور وشفيقه وكان قال لي ده كريم عبد العزيز في العرض الخاص انا ما كنتش رحت عشان كنت بصور فيلم مع احمد عيد اسمه خليك في حالك فقال لي ده كريم عبد العزيز ومصطفى شعبان مبسوطين منك جدا وقالوا عنك كلام جامد جدا وبعد كده ما حدش كلمني فيه ويجيبني معاه في اي حاجه ده قوي نفسي مثلا مع كريم عبد العزيز جدا وبحبه قوي قوي يعني ما انت قاعد في البيت ما انا قاعد يعني دينزل واشنطن ده اقوى ممثل انا بحبه وبشوف ان هو عبقري يعني
فظيع بصراحه يعني، ممثل قوي جدا وبيعمل حاجات غريبه جدا يعني، انا ما ببقاش فاهم هو بيعمل كده ازاي يعني، قوي قوي يعني. اقوى ممثل بالنسبه لي انا هو وجوني ديب يعني. صح صح. في ايه صور كمان؟ الله احمد حلمي بموت فيه انا. احمد حلمي طب النظر كويس اهو. لا لا ده ما لابس نظاره بقى وبتاع. احمد حلمي من اكتر الناس اللي بحبهم جدا، بحترمه جدا فنيا وعلى مستوى الحياه يعني. احمد كان من اوائل الناس اللي ساعدتني يعني. احمد سقا كان في مره برضو نفس انا كلها حياتي صدف كده، كان برضو هو ومنى زكي قاعدين بيتفرجوا على ملك وكتابه برضو، وبعد كده انبسطوا قوي فقال لهم يعني عايزين الولد اللي عامل الفيلم ده يعني هاتوه كده اهو. فانا رحت التصوير وبعد كده كل ما اسال حد اقول لهم يا جماعه هو مين اللي جابني في الفيلم ده، يقول لي ما اعرفش. اروح للمخرج اقول له ميرسي جدا ان انت رشحتني الفيلم، يقول لي يا ابني مش انا اللي جايبك. اقول له انتوا كارهيني ولا ايه؟ اروح للمنتج اقول له ميرسي جدا، يقول لي والله العظيم انا اللي جايبك. طب مين اللي جابني يا جماعه؟ في الاخر خالص احمد حلمي قال لي ساعدني انت عمال تسال لوكيشن كله يا ابني انا اللي جايبك. قلت له انت بتتكلم جد؟ قال لي والله انا شفت الفيلم وعجبني وبتاع. قلت له ميرسي جدا لطيف جدا. وبعد كده يعني حتى كمان في اللوكيشن كان يجيبني، فاسف على الازعاج. طب ايه اللي جرى لك؟ ليه والله يا انتصار مالك؟ مش ايه ده جرحي؟ جرحي ده انتيمي، احنا انا وهو متربيين مع بعض من واحنا صغيرين وبنعمل مسرح كتير مع بعض وحياتنا كلها من واحنا قد كده واحنا في يعني في كيجي لحد دلوقتي واحنا الاثنين صحاب ومسرح يعني مع بعض. يعني ده جرحك؟ ده جرحي انا بجد. كان معاك في المدرسه؟ والله انا وجرحي كنا في المدرسه مع بعض ومسرح مع بعض، جامعه مع بعض، كل حاجه مع بعض. طب يا سعداني احنا هنختم الفقره للاسف عشان وقتنا خلص، بس أوكي. احنا اكيد هنجي لك وده وعدنا. هنيجي نصور حلقه كامله عندك. لازم والله العظيم. لا لازم. حلقه مشاهدينا كامله كمان مش والله العظيم. وبقى يلا بينا، بس انا خايف والله يحصل لكم حاجه والفن يخسر انتصار. يخسر كتير طبعا حبيبه ويدي. يخسر علينا مشاهدينا. ما تعرفش البنك ده ايه اصلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، لغاية ما نشوفكم في حلقة جديدة. تصبحوا على ألف خير. باي.